ضربك المقدم محمد العلاوي. الله الله. السلام عليكم. السلام. انا مقدم شرف بحراوي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. كي داير خويا؟ الله يكبر. بخير بخير الحمد لله. الحمد لله. وكنقول لك مبروك عليك الفوز للدور الثاني. الله يبارك فيك. الله يحفظك. واشنو احساسك للدور الثاني؟ هو اي فرقه النهار الاول كتسجل والا كتبغي دوز كاع المراحل، لا الدور الجهوي ولا بين الجهات ولا دار السلام ولا المعرض الفارس. اي واحد كيتسجل النهار الاول كيحلم يدوز كاع هذه الادوار. ونتمنى ان شاء الله نكونوا من بين الفرق اللي غادي تاهل لدار السلام ولا المعرض الفارس ان شاء الله. وكما كنعرفوا حنايا ما زدتي خطوه النيفو كيطلع. راه من طبيعه الحال راه قد ما حيدتي عليك واحد الدور والا كتلاقى مع يعني مع الكبار ديال المغرب في التبوريده. والحمد لله نتمنوا اننا كانت عندنا تجربه سابقه مع كاع جميع الفرق تقريبا اللي مشاركه ويكون خير ان شاء الله. راه البارود غير تيسير الله، الانسان يدير داكشي اللي عليه ولا بغى ييسر الله راه مخفاته خفيه. هادشي اللي كاين. واش تقول الاصدقاء ديالك اللي تبراو معاك في الشماعيه وكانوا تماما المحظوظين، شنو تقول لهم؟ بالنسبه لكن كما كنقول لك التبوريده كامله راه حنا كاع جميع البارديه كتحس براسك اخوان، ماشي لا ولاد المدينه ولا خارج المدينه. يعني المنافسه كتبقى شارفه، يعني كل واحد غادي يلعب على الحدود ديالو، ولكن اللي سخر ليه الله الله يجيب ليه التيسير. وفيما يخص الاخوان اللي جايين لا من اسفي ولا من هذاك، راه كاينه واحد الصداقه بيناتنا وداك الشيء. ونتمنوا ليه الخير ان شاء الله، ونتمنوا ندوزوا بجوج لمالا ان شاء الله. نتمناوك نشوفوك اخويا في دار السلام، وتستاهل المقدم شرف بحراوي اللي تبارك الله ديما هاز الترابو ديال البلاد وديما هو الاسطوره ديال مدينه اسفي في تبوريده. الله يكبر بك. وخويا المقدم كي جاتك لونطريمه هنايا في دكاله وعند هاد الناس ديال دكاله؟ بحكم جوج المرات كنت ريني في هذه المنطقه وكنت عجبنا في الجو ديالها ولا داكشي ولا الناس اللي كيسهروا على التدارب هنا ولا الناس ديال الجامعه ولا داكشي كيستقبلونا واحد الاستقبال حار. كنا غادي نديروا التدارب في الشماعيه ما سخرش الله، فاش ملي سمعنا ان كاين التدارب في الحوزيه عجبنا الحال، واننا غنقصوا علينا المسافه في الطريق وداكشي، وصراحه بحال بلادنا البلد الثانية ده. بلدنا واحد، درابو واحد، ما طنجة لا بالنسبة للتمثيلية ديال الجهات وللمدينة، صراحة البلد الثاني ديما كنديروا التدارب هنا كيشرفونا، زعما الأمور بخير وعلى خير. شكرا خويا زكريا. السي المقدم السي حمزة، شي كلمة دوكا فارس دابا ما مقدمش دابا. لا شوف أنا بالنسبة لي مقدم أشنو تقول؟ شي كلمة في حقنا مقدم شرف بحراوي كتضيف عنده. مقدم شرف بحراوي راه ماشي غير صديق وماشي غير مقدم، راه أخ ديالي ودوزناش معاه قليل، ما دوزناش معاه قليل وباقيين معاه الحمد لله، لا هو ولا اخ زكريا ولا كاع الاخوان اللي هنايا في هذا الخزانه. وكنتمناو ان شاء الله المرور النهائي دار السلام. نقدم لك سي حمزه المني، المقدم ديالنا من مدينه الشماعيه، من وحمري اصلي وهو البرادروا ديال شرف البحراوي، هو اللي كيلعب على اليمين ديالو. نعم سي زكريا هو اللي كيلعب على اليسار ديالو. ايوا ولكن سي حمزه، ولكن سي حمزه تبارك الله من الناس اللي مولوعين بالتبوريضه ومن الناس الكبار في هذا الميدان هذا. يعني شروط واي حاجه بغيتيها كل شيء كاين هنايا. لونطريما اليوم راه بالبارود. ديال المقدم شرف بحراوي، المقدم حمزه المني، زكريا العوال، تحيه للفرسان. لا
السلام عليكم، معكم مقدم محمد العلوي كيمثل جماعة سيدي إسماعيل. دابا كنقول لك كنبحثوا العملات الجديدة كتجول مع البارود اليوم. الله دابا حنا في لونطريمة تاع الإقصائية ديال بوزنيقة، كنتمنوا إن شاء الله يكون شي فرحة تكون زوينة إن شاء الله بحال الدور الأول، ونفرحوا الجمهور ديالنا ونفرحوا العملة ديالنا، علاش لا. وبالنسبه لي انا يا سعاد كورده كنقول لك مبروك عليك الفوز للدور الثاني. كنشكرك بزاف اختي، الله يحفظك من فمك ربي ان شاء الله. ان شاء الله. رئيس جمعيه الهيبه سيدي اسماعيل اكرم جديده، بالنسبه للدور ديالنا حنا كجمعيه كندعموا الصرفه ديال محمد العلاوي اللي كيف قال سبق هو قال انه كيمثل سيدي اسماعيل وتوج جديده. بعدا نشكروا هاد الناس ديال الحوزيه اللي تاحوا لهم فرصه من باش يقوموا بالتدريب ديالهم الاقصائيه اللي غتقوم ان شاء الله في السمانه الجايه في بوزنيقه. نتمنوا لهم التوفيق كي دازوا في الاول، نتمنوا انهم يدوزوا الاقصائيه دار السلام واللي ما لا ياخذوا المرتبه الاولى، علاش لا. اصلا السي محمد باردي مزيان، نتمنوا التوفيق ونتمنوا الدراري تما يدعموا بعضياتهم ويعطيو واحد الصوره مزيانه. وحنا كما كانت النتيجه مرحبا، المهم ان عارفين عندهم ما يقولوا. الله ييسر الجميع، وشكرا للجميع اصلا على اللي تعاون معاهم، لا من ناحيه الفضاء ولا من ناحيه تهيئ الجو ولا المساعدات الماليه ولا المساعدات النفسيه، حتى هي كتعاون ان نقدم مع الدراري ديالو كيتعاونوا تبارك الله. الله ييسر ليهم ونتمنوا التوفيق لا لهاد الصربه ولا الصربات كلهم، كل واحد عنده هدف واحد انه غيفوز، ولكن دائما الفوز للاغلب والاحسن. نتمنوا التوفيق للجميع. الصربه اللي امامنا ديالنا مقدم محمد العلاوي، نتمنى لك اخويا السلامه والتيسير للتداري ان شاء الله، تكونوا ان شاء الله. امامنا ديالنا مقدم المهدي انجار اللي كيمثل عملات مراكش، نتمنى له السلامه والتيسير. وكنقول اخويا مرحبا بك في دكاله بجماعه الحوزيه كيترينيو هنايا، ربعة الصربات اللي كتريني هنا. تبارك الله، اللهم بارك. المقدم المهدي انجار، تبارك الله عليك خويا. هذه الصربات ديال المقدم المهدي انجار اللي جاء من عملات كيمثل عملات مراكش، نتمنوا ليه السلامه والتيسير. الله يوفقو يا ربي. هادو الخيول ديالو. كنقول لك مرحبا بك في مدينه الجديده في جماعه الحوزيه، مرحبا بك اخويا، ونتمنى لك السلامه والتيسير. الناس ديال البهجه، الناس ديال المدينه الحمراء، تحيه ليهم واحد واحد. تحيه للمقدم المهدي انجار كما تبعتوا معنا في المباراه ديال الشماعيه اللي كانت واحد المباراه قويه، وكانوا في صربات كلهم تبارك الله من الطراز العالي، كانوا كلهم صربات قويين. وكنقول لهم مبروك عليكم كاملين اللي دازوا اللي ما داش، حيت كانت منافسه قويه وما كانش سهله. هذا الخيول ديال المقدم مهدي انجار، تحيه ليه، تبارك الله. الخيول تبارك الله كلها خيول ملكيه، خيول بربريه، تبارك الله الخيول كلها بالوريقات ديالها، تبارك الله اللهم بارك. ان شاء الله كنشكروا من المحظوظين وندوزوا لدار السلام ان شاء الله. الله يسخر الله يجيب التيسير. وقول لي هنا فين كترينوا، واش من بلاصه هنا كترينوا فيها؟ الحوزيه. الحوزيه عملات جديده. كي جاتكم لونطريمه هنا مع الناس ديال الدكاله؟ تبارك الله، الناس ديال الدكاله معروفه عليك. رحبوا بكم، تهلاو فيكم، ويستاهلوا الناس ديال المدينه الحمراء. يستاهلوا 100%. السلام والتيسير اللي جانا من المدينه الحمراء مدينه البهجه، اللي جا هنايا جماعه الحوزيه مدينه الجديده، كيتريني هنايا بالخيط ديالو باش يمشي للدور الثاني في بوزنيقه. نتمنوا لهم السلامه والتيسير، واحد الموفق يا ربي. ديال مراكش راه كيموتوا على الجديده، كي كتجيكم جديده. جديده راه احسن بلاصه، شكون اللي ما كيبغي جديده؟ الله يودي. وانت حنا كنبغيو مراكش. تحيه لكم. مرحبا. تحيه لكم اولدي ومرحبا بكم، ونتمنى لكم السلامه والتيسير، ونشوفكم من الاوائل في بوزنيقه ان شاء الله. الله يسخر لكم من عند سعاد بوريده. الصربه اللي امامنا ديال المقدم المهدي انجار اللي كيمثل جهه مراكش كما تبعتوا معنا في الشماعيه، تبارك الله كان مستوى. نتمنوا ليه السلامه والتيسير، واحد الموفق نشوفها في دار السلام، علاش لا. تحيه
مقدم المهدي أنجار اللي كيمثل مدينة مراكش. دابا هذه التدريب، التدريب كيقوموا بها هنايا في جامعة الحوزية، عمالات جديدة. كنقول لهم مرحبا بكم في دكالة، راه بلادكم من طنجة حتى للدويرة. تحية لجميع المقادم، الله يوفقهم والله يسهل عليهم. حتى اللي ما كان ساعدهم الحظ وما دازوش، كنقول لهم خدموا واجتهدوا لعام آخر إن شاء الله باش تكونوا من الأوائل. والله يسهل عليكم الله يوفقكم. واحد الشكر لجماعة الحوزية، وإن شاء الله راه كتخدم على واحد الميراجان اللي غيتقام هنا، وكنظن غيكون ناجح. ومرحبا بكم في الحوزية، والله ما يسر. وغل ننتقلوا دابا المحرق وننتقلوا إن شاء الله للبوزنيقة. ترك السلام للجميع. الصربة لأمامنا، الصربة لأمامنا ديال المقدم هشام الخزيري ممثل جماعة الحوزية. نتمنوا ليه السلامة والتيسير يا رب. أنا جيت نشارك معكم الصربة ديال المقدم هشام الخزيري اللي مأهل الدور الثاني، وناخذ الكلمة مع بعض الإخوان بعد ما نمشوا عند المقدم حتى هو ناخذ الكلمة ديالو. تحية لخويا أيوب. الصربة اللي معاها حنا راه عارفين، ولكن عرف هشام الخزيري أش كاين، أش من جهة كيمثل؟ جماعة الحوزية. جماعة الحوزية. كيستعدوا للونطريمه نهار الحد ان شاء الله غادي يهزوا ويمشوا للبوزنيقه الدور الثاني. نتمنوا لهم السلامه والتيسير، واحد موفق يا ربي. تحياتي اخويا الله يحفظك. الله يجيب تيسير، الله يسخر. السلام على كل شيء. وشكرا للمقدم، شكرا لك. تبارك الله، اللهم بارك. ديال المقدم هشام الخزيري. الصربة اللي امامنا جايه داخله دابا المحرك ديال المقدم هشام الخزيري. كيستعدوا للتدريب الدور الثاني البوزنيقه ان شاء الله باش يكونوا تما، ونتمنوا يكونوا من الاوائل ان شاء الله. هذا الفريق ديال المقدم هشام الخزيري، هاد الوليدات تبارك الله راه كلهم ركاب، وكاين معاهم فئات الشبان اللي كيمثلوا الجمعيه المغاريه. اللي امامنا ديال المقدم هشام الخزيري اللي كينوب عليه المقدم ديالو، نتمنوا له السلامه والتيسير في التدريب، غيقدموا التحيه. جماعة الحوزية عمالات جديدة، كنتمنوا لهم السلامة والتيسير في الدور. دابا هما كيتريني وكيستعدوا باش يدوزوا للدور الثاني بوزنيقة، ونتمنوا لهم السلامة والتيسير، ونتمنوا حنا نشوفوهم في دار السلام على شلاحي حتى شي يستاهلوا.
هذا النائب ديال المقدم هشام الخزيري. معكم المقدم مهدي مجيب ممثل مدينة الجديدة، وبهذه المناسبة ديال استعدادات الإخوان للمباراة ديال الجهوية ما بين في بوزنيقة، كنتمنى لهم السلامة أول حاجة، وكنتمنى التيسير للفروق ديالنا السي هشام الخزيري والسي العلاوي والصربات الشبان، لانهم هما دابا ما كيمثلوش كل واحد كيمثل الشخص بنفسه، هما دابا كيمثلونا حنا كاملين عمالات جديده. كنتمناو لهم التيسير والسلامه وغيكون الخير ان شاء الله، عندي احساس غيكون خير ان شاء الله. وهذا الضيوف اللي جاو تاهما كيترينو هنا، اللي جاو الصربات اللي تاهما راه مضياف عندنا هنا في دكاله، اش تقول لهم؟ كنقول السي المهدي انجار ممثل عمالات مراكش، مرحبا بك في دكاله والبلاد راه بلادك. وبهذه المناسبة ثاني كنقول سي شرف بحراوي ممثل عمالة اسفي، مرحبا بك عندنا، ولا ما هزكم هذا الكشف هزكم كشف الاخر. بارك الله فيك. نتمنى لهم حتى هما التيسير والسلام. بارك الله فيك. المقدم المهدي مجيب، حنا تبعنا معاك، دزتي تنتا الدور الاول، تبعنا معاك لونطريما في مولاي عبد الله، تبعنا معاك المباراة في معرض فارس، كنتي في المستوى، كنتي خيول في المستوى، لباس في المستوى، كما تنقولوا ما ساعدكش الحظ، الباروت روح رياضية كيف ما قال واحد السيد الله يرحمه السي البوعيسي، راه توفى واحد الشهر دابا، البارود تيسير الله، البارود تيسير الله، ما جابش الله هذا العام، العام الجاي ان شاء الله يكون جيب الله تيسير ان شاء الله. البارود يوم يعطيك ويوم يقلع لك. داك الشيء اللي كاين. الله يرزقك الصحة والسلامة. روح رياضية، روح رياضية، روح رياضية. وهذا الشيء هو اللي كنعرفوا على القادم، وهذا الشيء اللي كنعرفوا على مالي الخيل، هي الروح الرياضية. روح رياضية. كيقول لك دزت أنا، مرحبا ما داش دازوا الأصدقاء ديالي بحال أنا. واخر كلمه ديالك المقدم السي المهدي مجيب. واخر كلمه كنقول كنطلب الله سبحانه يجيب السلامه للصربات ديال المغرب كامل اللي مشاركين، والتيسير، وكنتمنى الفوز لصحابي اللي كيمثلونا جديده، واخا كنتمنى لكل شيء فوز، كنتمنى الفوز لصحابي اللي غيمثلونا ان شاء الله. وتحيه لواحد المقدم اللي توا ما ساعدوش الحظ، اللي كان بطل المغرب دار سلام حصل الميداليه الذهبيه وما ساعدوش الحظ، تحيه للمقدم اليوسف حارث، تحيه لك اخويا، كنقول لك السلامه والتيسير، وخدم على العام الجاي ان شاء الله، ونتمنى تكون من المتفوقين، تكون من الاوائل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرف لي راسك. سهيري مصطفى الملقب مصطفى ودعيش، رئيس جمعيه النصر. حنا كنا هذا العام تسجلت في الدور ديال المباراه، هذا عامين دزنا الدور الاول، قررنا فيها عامين، ولكن هذا العام كان شي ظروف ديال الرئيس المقدم ديالي ديال الصربه، مرادو عنده شي التزامات وداك الشيء، درنا هذا العام اخرنا، ولكن هاد الجماعات انا تندي الرئيس لجمعيه النصر هنا في الجماعه الحوزيه، ضروري خصني نتعاون مع هاد الاخوان، مع الخزيري ومع العلاوي ومع هاد الناس اللي جا مهدي انجار من مراكش، جاو يعني بواحد الحماس اللي جابهم، ولا ديال اسفي شرف والسي ميلود صاحبه، كنقول لهم يا مرحبا بكم.